يا صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. جولة الصباحية في بعض الصحف وبعض الجرائد هنقراها مع حضراتكم، وبأهم ما جاء من عناوين مختلفة، وبالتأكيد يعني انتخابات اليوم أو جولة الإعادة لمجلس الشيوخ المتابعة ليها 8 و9 ديسمبر، هي جولة الإعادة على يعني هذه المقاعد، ومزيد بقى من التفاصيل إن شاء الله بترصدها بعض الصحف الصادرة صباح اليوم، وبالتواصل مع كل الناس في مختلف المحافظات. بالتأكيد السيدات وكبار السن بيتصدروا في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وتابعنا بعض كاميراتنا بالأمس من اهتمام من كبار السن من وجودهم في محيط اللجان، والتفاصيل الخاصة أيضا بالتصويت كانت متابعة مهمة قوي امبارح. عموما شهناز، احنا إن شاء الله على مدار اليوم هنتابع مع حضراتكم تغطية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، لكن خلينا نتكلم مع حضراتكم على منشط الأهرام الرئيسي: منظومة تكنولوجية للبناء العقاري واستغلال الأراضي، الرئيس إطلاق جامعة مصر المعلوماتية للتقنيات الحديثة والفنون الرقمية. تفاصيل الخبر: السيد الرئيس وجه بتسخير إمكانات الدولة في مجال تكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل جميع المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، بتتيح أيضا مراقبة أي تغيير معماري أو إنشائي يطرأ على الأراضي والمباني من أجل تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي. بالتأكيد كلنا يا محمد تابعنا امبارح القرارات الخاصة بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي، كان هناك مؤتمر لإعلان عن العام الدراسي الجديد 2020-2021. المؤتمر كان فيه تفاصيل كتير، والحمد لله لقى ردود فعل إيجابية جدا من الناس، خاصة فيما يتعلق الثانوية العامة، زي ما دكتور طارق شوقي صرح انها اتلغت بالشكل المعتاد وهيبقى عبر الوسائل الالكترونية، والامتحان هيكون هيطلع نتيجة فورية، في بعد كده تعديلات او في يعني مرات تانية من التكرار وفرص تانية لطالب الثانوية العامة. الجراءة مطلوبة في فتح اي ملف من الملفات، يمكن كان بيتكلم الوزير امبارح في احد البرامج المسائية عن ان كان في يعني عقبات وتحديات كتير كانت بتواجه الوزارة طبعا. يعني حتى ما كان بيسأل على أي مافيا من المافيات كانت مؤثرة، فقال له لا ده فيه في كذا وفي كذا وفي كذا، وإحنا اقتحمنا ملفات كتير جدا وبدأنا نتصدى ليها. أي حاجة محتاجة أن أنت تجرب، بس تجرب على أساس علمي، مش يعني مش هتجرب في الناس على دراسة، أنت هتجرب وعندك دراسة صحيح. علمية صحيح. عارف بتعمل إيه كويس قوي، وعارف التبعات بتاعت ده إيه، لو هتغير يبقى تغيير طفيف للأفضل، لكن مش هيبقى تغيير من الأساس، وإلا يبقى أنت ما عملتش دراسة أصلا. صحيح. ملف التعليم هو ملف شائك جدا، وملف عليه كثير من الأقاويل، وكان مهم جدا الخطوات اللي اتخذت في الفترة الماضية، والحمد لله مرينا هذا العام، أو الطلاب مروا عام 2019-2020، كان عام صعب بالتأكيد عليهم، أخذوا تقريبا نصه في المنزل من خلال يعني الوسائل المختلفة، وكانت في الحقيقة تجربة ليها صدى كويس. السنة دي زي ما دكتور طارق شوقي قال هيبقى في جزء يعني عبر الوسائل الإلكترونية وفي جزء مباشر، ده اتحدد على حسب المراحل المختلفة، مرحلة من التمهيدي حتى تالتة ابتدائي هيبقى في تقسيم في الأيام، وده طبقا لكل مدرسة على حسب ما تحدد، ده على حسب أعداد الطلاب. بعد كده الإعدادي والثانوي يحضروا يومين في الأسبوع، والأيام التانية هيكون عبر الوسائل التطبيقية، وهيكون عبر طبعا الوسائل التكنولوجية زي ما الحمد لله تم إنجازه في الفترة الماضية، ده غير وجود بنك معرفة وغير وجود عدد كثير من البرامج اللي هتكون أغلبها متاحة بالمجان. خبر آخر في جريدة الأهرام في الصفحة الأولى: زكي يشيد بدور الجيش الثاني في تطهير سيناء من الإرهاب. أشاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتضحيات مقاتلي الجيش الثاني الميداني وبدورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية، وده كان خلال لقاء سيد وزير الدفاع بعدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني بحضور فريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
طيب من قواتنا الباسلة نروح مع حضراتكم إلى الصحة. بنتابع بالتأكيد أن أعداد إصابات كورونا مش مستقرة أبدا. النهاردة بنتكلم عن بيان الأمس بتاع وزارة الصحة، 189 حالة إصابة جديدة وحالات الوفيات 19. لحد دلوقتي ما فيش نزول في أعداد الإصابات أو الوفيات، ما فيش حاجة تؤكد أن في موجة ثانية جاية، لكن الصحة بتحاول جاهدة. هذا الخبر من جريدة المصري اليوم، بتحاول أن تبحث عن إنتاج لقاح كورونا الصيني في مصر. الدكتورة هالة زايد قالت، طبعا وزيرة الصحة، قالت أن على رأس وفد طبي في السودان، وده كان بتوجيهات رئاسية لدعم متضرري السيول. صرحت بهذا الموضوع وقالت أن في محاولات جاهدة للبحث العلمي لوجود لقاح كورونا الصيني في مصر، وأن في تجارب سريرية كثيرة على لقاح فيروس كورونا، وبتبحث أيضا مع التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا التابعة للوزارة لإنتاج هذا اللقاح في أقرب وقت في حال ثبوت فعاليته. الجمعة الأوقاف تفتتح 130 مسجد. أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 130 مسجد يوم الجمعة المقبل، منها 34 مسجد من تنفيذ وزارة الأوقاف و96 مسجد بالجهود الذاتية والتي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف. الوزارة قالت في بيان لها أمس أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. طيب نروح مع حضراتكم إلى مشروعات النقل. النقل بتتابع كل يعني الإمكانيات المتاحة لتحديث يعني منظومة النقل، وده اتجاهها طبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا بتتابعوا في اتجاه متوالي ومتتابع ل يعني التحول الرقمي في منظومة النقل، وبالتأكيد هتسهل علينا كتير جدا من المشاكل اللي دايما ناتجة عن منظومة النقل. المشروع بيضم 17 برج رئيسي، 3 ثانوي و64 مزلقان، ونسبة التنفيذ حتى الآن 42% تقريبا. المهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن عن دخول برج إشارات المراغة وعدد كبير من الأبراج بتقريبا طول 12 كيلو متر بمحافظة سوهاج، أعلن دخولهم الخدمة، وده بعد انتهاء أعمال التطوير والتحديث، ده غير اهتمامه بجنوب الصعيد نجع حمادي بالتحديد بطول 180 كيلو متر، وجاري التنفيذ على بقية المحافظات وبتكلفة كبيرة جدا وصلت لحوالي 46 مليار جنيه، وده لزيادة معدلات السلامة والأمان والخدمات المقدمة للمواطنين في خطوط السكك الحديدية. في الصفحة التاسعة لجريدة الأهرام، تمنى في جريدة الأهرام، مدبولي يتابع مشروعات الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية، الحكومة بتبحث إنشاء مراكز لوجستية في سيناء. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة بتعتزم إقامة مراكز لوجستية في شمال الوسط وجنوب سيناء بهدف تسهيل انتقال البضائع فيها، بحيث يتم تزويدها بجميع أنواع البضائع والمواد والسلع التي تلبي احتياجات سكان سيناء. وقال مدبولي خلال اجتماع لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء أن هذه المراكز ستتم إدارتها تحت إشراف حكومي، بما ييسر على التجار وجهات التوزيع الحصول على السلع المطلوبة من ثم توزيعها داخل سيناء من شمالها إلى جنوبها. لافتا أنه توجد نماذج معمارية جاهزة للمراكز اللوجستية من الممكن البدء في تنفيذها في القريب. طيب نروح مع حضراتكم عن يعني احنا قلنا ان في طبعا بحث كبير من الصحة عن لقاحات لفيروس كورونا في اكتر من جهة. روسيا كمان بتعلن اطلاق الدفعة الاولى من لقاح كوفيد 19 للتداول، وده حسب ما اعلنته صحيفة المصري اليوم، ونقلا عن فايزر بايونتك بتحصلان على موافقة لاجراء التجارب الاكلينيكية في أكتوبر القادم، يعني إن شاء الله أقل من شهر ويتم الإعلان بشكل رسمي في تجارب مختلفة. ويعني العالم كله بيبحث طبعا عن لقاح فيروس كورونا ولمكافحته، لأن ما فيش استقرار لحد دلوقتي.